بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا نواصل مع فيديوهات نموذج الغاز المثالي. في هذا الفيديو الثالث بإذن الله راح نتعرف على مفهوم درجة الحرارة وقياسها. انتبه إلى الشكل الذي هو أمامك. لاحظ هنا عندنا سوليد، صلب، سائل، ليكيد، غاز وبلازما. لاحظ اللي هنا الترمومتر او المحرار هنا في الصفر وهنا زائد. كل ما ارتفعت درجة الحرارة لاحظ كيفاش تكون الجزيئات داخل المادة. لاحظ كيفاش تكون الجزيئات داخل المادة. اذا ما هي هذه درجة الحرارة؟ اي لا تمبيراتور. اعزائي الطلبة، كلنا او نعرف أو تعرف درجة الحرارة بأنها مؤشر على كمية الطاقة الحرارية، أي التي يخزنها أي جسم. هي مؤشر، أي هي تبين لنا كمية الطاقة الحرارية اللي يخزنها أي جسم كان. كذلك تعتبر الحرارة مؤشرا على مدى حركات أو حركة الذرات والجزيئات داخل الجسم. أي هذا الحرارة لها القدرة على تحديد الحالة الداخلية للجسم. إذن درجة الحرارة عن مقياس لماذا؟ لبرودة أو سخونة أي جسم. هي عفوا مقياس لمدى برودة أو سخونة أي جسم، يعني تحدد لنا اتجاه انتقال الحرارة تلقائيا. إذن السؤال الذي نطرحه الآن، واللي يعني كثير منا ما يفرقش بين هذه وهذه، ما الفرق بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة؟ ما هو المحرار؟ كامل أعزائي الطلبة نعرفوا باللي هنالك مسافات أو فراغات بين ذرات أو جزيئات المادة، يعني ونعرفوا باللي كاين أو وجود قوى ترابط بينها. هذه الذرات وهذه الجزيئات توجد في حالة حركة مستمرة. إذا تكون هذه الحركة عشوائية في الغازات، في الحالة الغازية، وتكون انتقالية دورانية في السوائل، واهتزازية حول مواضع اتزانها في الأجسام الصلبة. وعلى ذلك فهي تكتسب جزيئات المادة أي الجسم طاقة حركية نائية عن حركتها، وطاقة كامنة تكون ناشئة عن تغير أوضاعها. إذا نقدر نقول طاقة حركة الجزيئات طاقة حركة الجزيئات زائد طاقة وضع الجزيئات، وضع الجزيئات والتي هي أي الطاقة الكامنة، الطاقة الكامنة تساوي ماذا؟ تساوي لنا الطاقة الداخلية للجسم، الطاقة الداخلية للجسم أو بما تسمى باللغة الفرنسية إنرجي، إنرجي أنترن، إنرجي أنترن أو باللغة الإنجليزية أنترنال، أنترنال إنرجي. هكذا
لاحظ معي في الشكل هذا، لاحظ هنا على اليسار السهم يؤكد لنا أي ارتفاع درجة الحرارة، لا تمبيراتور كرواسونت، وهنا على اليمين السهم الأزرق هذا انخفاض درجة الحرارة لا تمبيراتور دي كرواسونت. عندنا التحت عندنا الحالة الصلبة لطا سوليد، الحالة السائلة إطا ليكيد، وفي الأعلى الحالة الغازية إطا غازو. إذا من الحالة الانتقال من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة نسموه انصهار فيزيو، والانتقال من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تبخر فابوريزاسيون ولا ايبوليسيون غليان. نسيت ما كتبتهاش هذه غليان، أن الصورة جاءت بالفرنسية وقمت بترجمتها إلى العربية. إذن والعكس من الحالة الغازية، كي نرجع إلى الحالة السائلة كوندنساسيون تبييع، هنا انخفاض عند انخفاض درجة الحرارة، ومن بعد تزيد ثاني إذا زادت انخفضت تولي في الحالة الصلبة تجمد سوليديفيكاسيون. مثلا كان بخار، بخار الماء تشوف، ومن بعد بخار كي البرودة تزيد البرودة وش يولي؟ يولي ماء، يولي ليكيد، ومن بعد تزيد البرودة يولي غلاسون، يولي في الحالة الصلبة يولي جليد. الغلاسون كي نذوبوه انصهار واش يصرى؟ يولي في الحالة السائلة. الماء كي نغلوه، كي نغلوه واش يصرى؟ فابوريزاسيون يتبخر، يولي في الحالة الغازية، وهكذا. لاحظ أعزائي الطلبة، ربما قد تختلط عليكم الكثير من المفاهيم والمصطلحات العلمية، حتى أننا بعض الأحيان قد نخلط بين أكثر من مفهوم في آن واحد، سواء في يعني جملة في العلوم الفيزيائية، سواء في الفيزياء ولا في الكيمياء. ومثل هذا الأخطاء تؤدي بنا إلى الفهم الخاطئ لبعض النظريات العلمية. ومن أبرز هذه الأخطاء هو الخلط بين مفهوم الحرارة أو كمية الحرارة ودرجة الحرارة. لاحظ في الشكل الذي هو أمام، ها هو النار رايشة على فرن، عندنا إناء رانا وضعينه فوق النار راهو يسخن. إذن نقوم بلمس الماء داخل الإناء، كي نحط الماء نذاك تحط حليب ولا حاجة ولا ماء ولا تشوف تسخن شوية، ما تشوف دير بيدك هكا لسخن ولا بصبعك، صح؟ يعني هنا بواسطة حاسة اللمس، يعني الداخل هنا بواسطة حاسة اللمس راح نعرفوا إذا كان هذا الإناء ساخن ولا مازال بارد. إذا حاسة اللمس تعطينا معلومات كيفية عن درجة الحرارة. لكن أعزائي الطلبة، في نفس الوقت هذه الحاسة هي قاصرة عن إمدادنا بأية معلومات كمية عن تلك الحرارة، يعني هي تعطينا معلومات كيفية لكنها قاصرة على أنها تعطينا معلومات كمية عن الحرارة. إذن لكي نصل إلى معلومات بشكل أفضل نعطيك مثال آخر، شوفوا مثال آخر، لاحظ معي. نفترض أن هناك رجلين، عندنا زوج رجال جبناهم، واحد من الإسكيمو، واحد جبناه من الإسكيمو، ها باللغة الفرنسية نسموه أوم ولا إسكيمو، أوم إسكيمو، إسكيمو، مو افيك ا اي ماشي او، ليزيسكيمو، ها صح. قلنا واحد جبناه، واحد جانا من الاسكيمو والاخر جانا من وسط افريقيا، من ادغال افريقيا. ومن بعد هذا راه في البورنور في المحيط المتجمد الشمالي، وهذا راه في خط الاستواء، صح، لانه ها هي الجزائر وها هو خط الاستواء منين يمر من، صح. تلاقاو هذا الزوج رجال
في الجزائر مثلا، في الجزائر العاصمة، وتلاقاو في فصل الرابع مثلا. صح، هنا رايح كل واحد منهم يعطينا انطباع عن درجة الحرارة، لكن كل واحد يعطي انطباع مختلف عن الآخر. تاع الإسكيمو واش قلنا؟ تاع الإسكيمو قلنا أب 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 درجة الحرارة راهي عالية عندكم بزاف، يعني راح يشعر بارتفاع درجة الحرارة. لكن هذا رجل أدغال إفريقيا رايح قلنا البرد، البرد أعطوني حاجة نتغطى بها البرد، لأنه راح يشعر بانخفاض درجة الحرارة، مع العلم أنهم كامل في جزائر العاصمة في فصل الرابع. إذا هنا كيفاش أعزائي الطلبة؟ العلم لا يعتمد على الحدس والشعور، العلم قلنا لا يعتمد على الحدس والشعور. إذن كان من الواجب إيجاد حل لهذه المشكلة أو المعضلة. إذن نلجأ إلى قياس درجة الحرارة. إذن بماذا تقاس درجة الحرارة؟ كما نعرفه باللي درجة الحرارة تقاس بواسطة ماذا؟ بواسطة المحرار، المحرار وبالفرنسي نسموه ترمومتر، ترمومتر هكذا. إذن عندنا عدة أنواع من هذا المحرار، يوجد على عدة أنواع. منها عندنا المحرار الزئبقي، المحرار الزئبقي، ها لو ترمومتر ا ميركور، الزئبق هو لو ميركور. عندنا كذلك المحرار الإلكتروني، المحرار الإلكتروني، هذا تجد تصيب في المستشفيات، تصيب حتى في المنازل، قيسوا به درجة الحرارة، لو ترمومتر إلكترونيك، إلكترونيك. عندنا كذلك المحرار الكحولي يخدم بلاكول، المحرار الكحولي اللي هو لو ترمومتر الكول، الكول. عندنا كذلك أخيرا المحرار ذو الإشعاعات تحت الحمراء، المحرار ذو الإشعاعات تحت الحمراء، حمراء يعني من تخرج الإشعاعات هذيك تحت الحمراء، يعني وحدة تروح تلحق للجسم ووحدة تعود ترجع، إشعاعات تحت الحمراء أو بما نسميها باللغة الفرنسية نسميه لو ترمومتر ا انفراروج، ترمومتر ا انفراروج. كلمة انفرا باللغة الفرنسية، لاحظ انفرا، انفرا يعني تحت، تحت، تحت الحمراء. كون نقول لك اولترا فيولي مثلا نقول لك اولترا، اولترا ومن بعد فيولي فوق البنفسجية، يعني انفرا باللغة الفرنسية سيتان بريفيكس، ها نسموه ان بريفيكس، بريفيكس يعني بريفيكس، هذا يجي في بداية الكلمة انفرا، اولترا ثاني. وكاين السوفيكس يجي في اخر الكلمة في اللغة الفرنسية. إذن هذو هما ذكرت لكم أربع أنواع تاع المحرار، يعني قلنا الزئبقي أميركور والإلكتروني والكحولي اللي يمشي بالكحول لاكول، والمحرار ذو الإشعاعات تحت الحمراء. ما هي درجة الحرارة المطلقة؟ وبيا بالفرنسي يسموها لا تمبيراتور أبسولي، كما مثلا في الرياضيات نقولوا القيمة المطلقة،
نقولوا لا فالور ابسولو، الحرارة المطلقة، تمبيراتور ابسولو. اي لدينا العلاقة هذه تي بالكلفن، الكلفن تساوي درجة الحرارة بالكلفن المزولة تي ماجيسكول الحرف الكبير، حتى نفرقوا بينها وبين اي لا تمبيراتور، لزوج تمبيراتور بالدرجة المئوية سيلسيوس، هذه سيلسيوس وهذه كلفن، يعني هذه تساوي ماذا؟ تساوي درجة الحرارة هذه نزيد لها 273، دائما هكذا نزيد لها 273 هكا. إذا انتبه معي، هذا يسموه السلم السلسيوس، السلم المئوي، السلم المئوي، المئوي أو الدرجة المئوية، الدرجة المئوية صح. أما هذه تسمى بماذا؟ الدرجة الكلفينية، الدرجة الكلفينية، كلفينية نسبة إلى العالم كلفان، كلفان أي هذه هي وحدة الدرجة المطلقة، وحدة الدرجة المطلقة. عندنا كذلك وحدة يتعاملوا بها في إنجلترا والدول التابعة لها، يتعاملوا بها إلا في إنجلترا والدول التابعة لها، وهي وحدة الفهرنهايت، يعني وحدة الفهرنهايت، هاي هكذا أي أو بما تسمى السلم الفهرنهايتي، السلم الفهرنهايتي هكذا. إيشال أون فرونسي يسموه إيشال، إيشال فهرنهايت، إيه هكا إن شاء الله ما نكونش غلط فيها، فهرنهايت إيه هذه هي فهرنهايت، حيث في هذه صفر، صفر درجة مئوية يساوي يعني سلسيوس يساوي 32 درجة فهرنهايت. قلنا هذه الوحدة يتعاملوا بها في إنجلترا والدول التابعة لها. عندنا كذلك 100 يعني صفر درجة، يعني هو درجة تجمد الماء، و100 درجة مئوية سلسيوس هو درجة غليان الماء، يعني يساوي 212 درجة فهرنهايت هكذا. شوف الآن هنا العلاقة بين الكلفين والسلسيوس أي الدرجة المئوية، عندما يكون السلسيوس في الصفر درجة مئوية الكلفين يكون 273.15، في الحق احنا نقولوا 273 في الحقيقة فاصل 15، لاحظ. أما عندما يكون الكلفين في الصفر درجة يعني لاحظ أن السلسيوس راح يكون في ناقص 273.15 درجة. كما معنى ناقص 273.15 درجة مئوية؟ إذن على ذلك هذا يسموه أي الدرجة أو وحدة الدرجة المطلقة، وحدة الدرجة المطلقة. مثلا في درجة تجمد الماء، درجة تجمد الماء، درجة تجمد الماء إذا حسبنا درجة الحرارة بالكلفين أي تساوي صفر درجة ونزيدوا لها 273، يعني راح تولينا 273 كلفن، درجة كلفن، يعني هنا معها إكزاكت. أما عند درجة غليان الماء، درجة غليان الماء يعني
نعرفه بلي درجة غلي الماء هي 100 درجة مئوية، هذه زائد 273 يعني تعطينا 373 درجة كلفن. 373 درجة كلفن يعني ثاني، وين نكملوا منها نكملوا وين 100 درجة تقابلها 273 درجة كلفن. إذا ماذا نستنتج من ما قلناه في كامل هذا الفيديو؟ أن درجة حرارة جسم، درجة حرارة جسم تؤثر على خواصه الفيزيائية، تؤثر على خواصه الفيزيائية، فيزيائية مثل التمدد، اللون، المقاومة الإلكترونية إلى آخره. كذلك إذا كان جسمان في تماس بينهما، إذا كان جسمان في تماس بينهما فإنه بعد مدة، فإنه بعد مدة يعني مدة من الزمن تتساوى درجة حرارتيهما، تتساوى درجة حرارتيهما. أعطيني مثال، شكون فيكم يعطيني مثال؟ إذن فنقول هنا أنهما في توازن حراري، فنقول أنهما في توازن حراري هكذا. مثلا رحت شاطئ البحر، ديت معاك قرعة ليموناد سخونة وحطيتها على في لابلاج على طرف وين تضرب الموجة، ثم ادفنتها في الرملة، انت في بالك راح تبرد، ويلا هي راح درجة الحرارة تتبادل معها مع تاع المياه البحر ومع وهذيك القرعة تاع الليموناد أي المشروب الغازي هذاك، راح يأخذ بعد مدة من الزمن راح يأخذ درجة حرارة مياه البحر اللي راي عليها مياه البحر، إذا كانت باردة باردة، سخونة سخونة. كما مثلا المحرار لو ترمومتر، كان يوزنوا درجة الحرارة يديروا للطفل الصغير هنا في فمه، ولا يديروا تحت باطن الإنسان هنا في المستشفى ولا في الآخر، يعرفوا درجة الحرارة. هذا الترمومتر يتبادل يعني يدي درجة الحرارة تاع هذاك الجسم اللي راهو فيه، حتى يعني بعد مدة من الزمن. على ذلك احنا كي نستعملوا ترمومتر ولا المحراب، ماشي ثم حط اجبد، لا، يحطوه ويخلوه شعال مدة معينة حتى يأخذ درجة، حتى يتوازن في درجة الحرارة مع الجسم اللي راهو فيه، سواء في الفم أو تحت الإبط، يتوازن يدي ذيك درجة الحرارة بين حوه. عندنا كذلك درجة الحرارة هي مقدار فيزيائي، درجة الحرارة هي مقدار فيزيائي له تأثير على حالة المادة، على حالة المادة. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو الرابع، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.